تعتبر واحدة من أقدم الحكام في العالم، الملكة التي استطاعت جمع فتات إمبراطورية عائلتها وحمايتها من التفتت والانهيار بعد فترة دامية عاشها العالم خلال الحرب العالمية الثانية. الملكة الوحيدة التي احتفلت بيوبيلها الياقوتي واشتهرت بحفاظها على التقاليد الملكية بجانب اهتمامها بالاختلاط بعموم الشعب وتكوين قاعدة جماهيرية غير مسبوقة. إنها الملكة إليزابيث الثانية، الأميرة التي أهداها الحب لقب أطول ملكة في التاريخ البريطاني. اليوم موعدنا مع الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى. ولدت الأميرة إليزابيث ألكسندرا ماي في 21 أبريل عام 1926 في لندن. والدها كان دوق يورك، ووالدتها هي الملكة الأم إليزابيث باوزليون. وفي ذلك اليوم لم يتوقع أحد أنها قد تصبح يوماً من الأيام ملكة بريطانيا، وذلك لأن والدها الأمير ألبرت كان ثاني أبناء الملك جورج الخامس والملكة ماري. ووفقاً لنظام توريث الحكم في السلالة المالكة، فإن الحكم سيؤول لعمها الأكبر، ولذلك فقد تمتعت إليزابيث بعقدها الأول بحرية دون ضغوط الولاية المعهودة. تلقت إليزابيث تعليماً رفيع المستوى شمل دراسات للغة الفرنسية والرياضية والتاريخ بجانب دروس الرقص والغناء والفن. في عام 36 حينما توفي جدها الملك جورج الخامس والذي كانت مقربة منه، تولى عمها الحكم ليصبح بذلك الملك إدوارد الثامن، إلا أنه وبسبب علاقة عاطفية أغضبت العائلة المالكة تغيرت الأحداث بشكل مفاجئ، فقد كان عمها في علاقة غرامية مع الأمريكية واليس سيمبسون، مما تسبب له في مشاكل مع العائلة المالكة إلى أن تم إجباره على الاختيار ما بين قلبه والعرش، فاختار إدوارد القلب وأكمل علاقته مع سيمبسون في مقابل التنازل عن العرش لصالح شقيقه ألبرت، وبالتالي أصبحت إليزابيث بشكل تلقائي ولية العهد لوالدها الملك جورج السادس. مع اندلاع الحرب العالمية الثانية بدأت شخصية إليزابيث القيادية في البروز بشكل تلقائي، خصوصاً مع أول خطاب ألقته من قلعة وينسور، حيث استطاعت بتلقائية كلماتها أن تطمئن الأسر البريطانية في فترة إجلائهم من منازلهم بجملتها الشهيرة: في الأخير سيكون كل شيء على ما يرام، لأن العناية الإلهية ستدركنا وتمنحنا النصر والسلام. ومنذ ذلك الحين بدأت إليزابيث تظهر في العديد من المناسبات العامة. في عام 45 انضمت إلى الخدمة الاحتياطية لمساعدة الجيش البريطاني، وسافرت جنباً إلى جنب مع نساء بريطانيات أخريات في نفس العمل التطوعي، مما أظهر فيها جانباً مختلفاً عن الجانب الملكي المعتاد الذي اشتهر بالتحفظ والبعد عن العامة. وفي يوم النصر الذي احتفلت به أوروبا، سمح للأميرة إليزابيث وشقيقتها الأميرة مارغريت بالاختلاط والاحتفال وسط العامة للمرة الأولى في تاريخ المملكة. بالعودة لعام 36 نكتشف أنه كان تاريخ بداية علاقة الغرام التي جمعت الملكة بزوجها فيليب ماونت باتن، حيث كانت تلك الفترة هي بداية لقائهما سوياً. آنذاك كانت إليزابيث في 13 من عمرها، وقد افتتنت بالأمير اليوناني منذ اللقاء الأول، وبالرغم من التناقض بين شخصيتهما إلا أنهما ارتبطا وظلا على اتصال إلى أن تزوجا في خريف 47، وفي العام اللاحق أنجبا ابنهما تشارلز الذي أصبح فيما بعد ولي العهد، وأخيراً أنجبا ابنتهما آن في عام 50. وبعد وفاة الملك جورج السادس عام 52 تولت إليزابيث مسؤوليات الملك بشكل غير رسمي، إلى أن تم تتويجها كملكة بريطانيا العظمى بشكل رسمي في 2 من يونيو لعام 1953، لتبدأ بذلك أطول فترة عمر عرفها التاريخ لملكة بريطانيا، وهي الفترة المستمرة حتى الآن. تميزت فترة حكم إليزابيث الثانية بالسلام والاستقرار، واستطاعت الملكة مجاراة التحضر والتطور الذي شهده العالم دون الاستغناء عن التقاليد والبروتوكول الملكي العريق، كما استطاعت النجاة بالمملكة البريطانية من هولات التقسيم التي شهدتها الإمبراطوريات العظمى بعد الحرب العالمية الثانية، ونجحت في إبقاء نفوذها على الدول التابعة لبريطانيا باستثناء عدد من الدول التي نالت استقلالها في 50ينيات و60ينيات القرن المنصرم. ولعل فترة الاستقلال تلك هي ما شجعت الملكة إليزابيث على خوض تجارب غير معهودة بالنسبة لملكة إنجليزية. كانت أول ملك بريطاني يزور ألمانيا منذ 5 عقود، وذلك عندما زارتها في عام 65.
كذلك حضرت مؤتمر دول الكومنولث في كندا عام 73، حتى أنها حضرت افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في مونتريال بكندا في نفس العام. وفي عام 79 قامت بجولة تاريخية إلى دول الخليج شهدت زيارتها إلى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان. على الصعيد الأسري اتسمت حياة الملكة إليزابيث بالهدوء والاستقرار، ونجحت في الحفاظ على الصورة الطيبة للعائلة الملكية بقدر الإمكان باستثناء بعض المواقف التي ربما خرجت عن السيطرة. وفي عام 69 قررت تنصيب الأمير تشارلز كولي للعهد بشكل رسمي، ومنحته لقب أمير ويلز، وذلك في احتفالية تنصيب شاهدها ملايين البشر أمام شاشات التلفاز. ومع بداية الثمانينيات بدأت العائلة تمر ببعض الاضطرابات الاجتماعية التي أثارت الرأي العام بشكل ملحوظ، وذلك بزواج الأمير تشارلز من ديانا سبنسر ذات 19 عام، حيث أشيع أن الأمير قد تم إجباره على الزواج منها. وفي العام التالي كان الأمير أندرو يخدم في البحرية البريطانية كطيار مقاتل في حرب الفوكلاند ضد الأرجنتين، إلا أنه لحسن الحظ عاد سالماً بعد فترة لتبدأ أحوال الملكة بالاستقرار بعض الشيء. وكما ذكرنا مع بداية الثمانينيات لم تكن أحوال الملكة بأحسن حال. في الواقع بدأ الأمر منذ عام 79 حينما سقط عم زوجها قتيلاً إثر حادث تفجير وقع في الساحل الغربي لإيرلندا قامت بتنفيذه قوات الجيش الجمهوري الإيرلندي. وبعد ذلك بعامين فقط، وتحديداً في يونيو 81، تعرضت الملكة نفسها لمحاولة اغتيال فاشلة، وذلك خلال الاحتفال بعيد ميلادها، حيث تعرض لها أحد أفراد الموكب العسكري بسلاح ناري، إلا أنه لحسن الحظ لم يكن ملقماً، وتجاوزت الملكة ذلك الموقف بسلام. وفي الأعوام التالية توالت المحاولات الفاشلة لاغتيال الملكة، كان أهمها اقتحام شخص مسلح لغرفة نوم الملكة في قصر باكنغهام في ليلة لم يكن الأمير فيليب متواجداً فيها، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات والشائعات حول علاقة الملكة بزوجها، ووصل الأمر بتلميحات توجه أصابع الاتهام إلى الأمير فيليب. مع مطلع التسعينات بدأت الفضائح تتوالى على رأس الملكة، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات العاطفية لأمراء القصر، وإعلان نية الأمير تشارلز وزوجته الأميرة ديانا للطلاق في عام 92، وزواج الأمير أندرو بسارة فيركسون التي ظهرت لها صورة حميمية مع رجل آخر، بالإضافة لعدد من الفضائح المتعلقة بالأمير فيليب نفسه وعلاقاته النسائية وخياناته للملكة. أما في عام 97 انتقل الأمر من الأبناء والزوج إلى الملكة نفسها، حيث تم توجيه أصابع الاتهام والريبة إلى الملكة إليزابيث الثانية فيما يتعلق بحادث وفاة الأميرة ديانا التي لقبت بأميرة الشعب، والتي لقيت حتفها في أحد أنفاق باريس في حادث مروري. وما زاد تلك التكهنات والشائعات هو غياب الملكة عن المشهد والبقاء صامتة لعدة أيام، حتى أنه قيل أنها لم ترغب في عمل جنازة ملكية لائقة للأميرة ديانا. مع مطلع الألفية الجديدة احتفلت الملكة باليوبيل الذهبي، أي بمرور 50 عاماً على توليها العرش، وكادت الأمور تزداد سوءاً حينما بدأ الأمير تشارلز بإقامة علاقة مع كاميليا باركر باولز بينما كان متزوجاً. لذا عارضت الملكة الأمر فتزوج الثنائي في عام 2005، وأقيم حفل زفاف رسمي لهما في قلعة وينسور. لم يقتصر دور الملكة عند دور الأم المخلصة لأسرتها، بل كانت جدة مخلصة من الطراز الأول، فقد اعتنت جيداً بحفيديها الأمير ويليام والأمير هاري نجلي الأمير تشارلز، حيث صرح الأمير ويليام بأنها لطالما دعمته وأثنت عليه بجانب مباركتها لزواجه بكيت ميدلتون في عام 2011. وفي عام 2012 وبالرغم من بعض الأصوات التي طالبت بتنحي الملكة عن العرش وتنصيب الأمير تشارلز ملكاً على البلاد، إلا أن الملكة إليزابيث تمسكت بكرسي العرش واحتفلت في نفس العام باليوبيل الماسي، أي بمرور 60 عاماً على اعتلائها العرش. على الصعيد السياسي فقد اتسمت فترة حكم الملكة بهدوء واستقرار سببهما حفاظ الملكة على التقاليد الملكية بجانب عقليتها المرنة التي تماشت مع العديد من العقول السياسية في الساحة الدولية. فمثلاً عاصرت الملكة 14 رئيس وزراء خلال فترة حكمها، حافظت خلالها على لقائها الأسبوعي المقرر مع كل رئيس وزراء منهم، كما تمتعت بعلاقات طيبة مع قادة حزب العمال باختلاف أسمائهم، وبالرغم من رأي البعض في الملكة على أنها ذات فكر رجعي وعقلية رجعية إلى حد ما مثل ما كان يراها توني بلير،
إلا أن ذلك لم ينفي إعجابه بشخصيتها وتقديره لها.